السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأحباب الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى هذا اللقاء الرباني الإيماني، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين، خصوصا بعد مفارقة الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السادة العلماء والفقهاء وقفوا عند قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ما معنى كلمة ارجعي؟ ارجعي معناها أنها كانت في دار أخرى ثم جاءت إلى الدنيا لفترة زمنية محددة قصيرة ثم ترجع إلى دارها الأصلية. فنحن أيها الأحباب الكرام خلقنا في الحياة الدنيا لفترة زمنية محدودة من أجل العمل والاختبار، وإلا فإن دارنا هي الدار الآخرة، أما الدنيا فهي دار ممر وليست دار مستقر. لهذا ربنا عز وجل كتب علينا جميعا الموت، وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وهذا الشبح الغريب الموت لا يفر منه ملك معظم ولا ملك مقرب، حتى ولو كانوا في بروج مشيدة أينما تكونوا تدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة ولا يستطيع أحدا أن يهرب منه ولا أن ينفلت منه، لأنه للجميع بالمرصاد. لهذا قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إنه لا يختار بين صحيح ولا مريض، ولا بين شاب ولا بين شيخ هرم، بل يعمل وفق مقتضى الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه ويفعل ما يشاء، وهو اللطيف بالعباد، وقد عز الجميع، عزانا جميعا في الموت، وقال: كل نفس ذائقة الموت. هذه تعزية من عند الرحمن، أول من عز الخلق هو خالقهم، ثم قال: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه أيضا يفهم منها تعزية ربانية لكل الخلق، لكل من فقد حبيبا أو قريبا. الله سبحانه وتعالى لم يستثني حتى نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق وأشرف عباد الله. ماذا قال لسيدنا محمد؟ قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكنه بشر عباده المؤمنين ببشارات لا تعد ولا تحصى، خصوصا الذي يحب لقاء الله. سبحان الله، الخلق ليسوا سواء، هناك فئة تحب لقاء الله وهناك فئة تكره لقاء الله. من علامة المؤمن صادق الإيمان أنه دائما مستعد للقاء الله ويسعى ويسعد بلقائه.
قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله تعالى يخفف عملية نزع الروح عن المؤمن عند الاحتضار، فالمؤمن تخرج روحه وتسيل في يد ملك الموت كما تسيل القطرة من في السقاء، وذلك لأنه المؤمن يجد راحة عظيمة عند خروج روحه، كما هناك قطرة من الماء تخرج من القربة هكذا يشعر، لا يشعر بألم ولا بدجر. وإذا كان المؤمن صادقا في إيمانه فإنه يتلقى بشارات، بشارات من عند الرحمن، فيتهلل بها وجهه وتسعد بها نفسه. جل علاه في كتابه العزيز ماذا قال؟ قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة يتلقاها المؤمن طيلة حياته في اللحظات الإيمانية المؤثرة، وخصوصا عند خروج روحه. إن الذين قالوا ربنا الله، الذي كان يعيش على كلمة التوحيد، الذي كان يعبد ربه ولا يجادل في الله، والذي كان يحسن ظنه بالله، والذي كان يملأ وقته بذكر الله، والذي كان يعيش حياته على منهج الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا تلقون؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ربنا عز وجل ينزل عليهم ملائكة بيض الوجوه، رائحتهم طيبة أطيب من المسك، ويحملون البشارة، ملامح وجههم تضفي عليهم طمأنينة وسكينة وفرحا وسرورا وبهجة وحبورا. ماذا يقولون؟ يقولون لعباد الرحمن: ألا تخافوا ولا تحزنوا. إنه خطاب بالطمأنينة والسكينة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأنكم سوف تسافرون وتغادرون دار الفناء إلى دار البقاء، وفي دار البقاء هناك خير عظيم. لذا قالوا: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إنها الجنة الموعودة. سبحان الله، رب العزة يتردد. هل يعقل أن الله تعالى خالق كل شيء يتردد؟ أي نعم، ربنا لا يكاد يتردد إلا في شيء واحد، في قبض نفس المؤمن والمؤمنة. يستحي، الله تعالى فيه حياء كثير، لهذا حينما يأتي أجل المؤمن والمؤمنة فإن الله تعالى يتردد. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. إنه تردد من الله تعالى حينما يأمر الملائكة بقبض روح عباده المؤمنين يتردد، ولكنه الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن السؤال: هل الموت هو نهاية الحياة أم هو بداية حياة أخرى خالدة سرمدية؟ الملحدون والمشركون وعديمي الإيمان ماذا يقولون؟ يقولون: إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع. الذين حرمهم الله تعالى من نور الإيمان يلحدون في الله ويقولون: لا إله، والحياة مادة، والدين أفيون الشعوب، وينكرون البعث والنشور، لهذا حياتهم في الدنيا ضنك وتعب
وبعد الموت خسران مبين. نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل الإيمان فيقولون الحياة الدنيا معبر إلى الدار الآخرة، وهي دار للعمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم إننا راجعون. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي شباب الصحابة، كان يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا نحن فيها كلنا غرباء وكلنا عابر سبيل، وهي مثل فصل الربيع سرعان ما تنتهي ويأتي الخريف وتبدأ دورة سنوية أخرى لجيل آخر، سبحان الله. لكن بعد الموت هناك البعث وهناك النشور، وهو ما يسمى بيوم القيامة، أن الناس يقومون كأن بأهل لا إله إلا الله ينفضون عنهم التراب ويخرجون من قبورهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هكذا يصف القرآن الكريم والسنة يصف يوم القيامة لما يموت الناس أجمعين، وهي أفواج تلو أفواج، أفواج تلو أفواج. ويوم القيامة حينما تنتهي الحياة فوق الكوكب الأرضي، ربنا عز وجل يأمر الملك فينفخ في الروح فإذا هم قيام ينظرون، تسمى القيامة. وكأننا كنا في نوم عميق ونلتقي بين الأحبة، يلتقى الأحباب مع أحبابهم، الآباء مع أولادهم، والأزواج مع زوجاتهم، تسمى القيامة. الكفار والمشركين ماذا يقولون؟ يقولون: يا ويلتنا، من أيقظنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيكون كلام المشركين والكافرين والملحدين هو الدعاء بالويل والثبور: يا ويلنا، من أيقظنا من مرقدنا. سموه مرقد، مرقد مجرد مكان للنوم ثم يستيقظون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أما أهل الإيمان وأهل اليقين فقد قال صلى الله عليه وسلم: كأني أراهم يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب، يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهنا يقع الفصل وتعلن أسماء الفائزين والفائزات ويذكر أسماء الخاسرين والخاسرات، نسأل الله السلامة والعافية. قال ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. تخيلوا أيها الأحباب الكرام، المؤمن والمؤمنة حينما يستيقظون يوم القيامة ويؤذن لهم بدخول أرض الجنة، الله أكبر، الحياة الطيبة، الحياة الحقيقية، ينتقلون في رياض الجنة مع المتحابين، يدخلون حدائق ذات بهجة نزهة المشتاقين، ينظرون لأول مرة إلى تلك الخيام اللؤلؤية وهي منصوبة على ضفاف الأنهار في أرض خضراء ومناخ بهيج ورائحة أزكى من المسك، ثم ينظرون فيرون قصورا مشيدة بها أنوار تتلألأ وحولها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. تخيلوا شعور ذلك المؤمنين والمؤمنات في هذه اللحظات، وحينما يعلمون أنهم خالدون مخلدون في ذلك النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي على ملك الموت ويقول له: يا ملك الموت مت. فيموت ملك الموت وينادي مناد: يا أهل الجنة، خلود لا موت أبدا.
هذا وعد الله. الجنة الموعودة هي نهاية الشقاء والتعاسة. الجنة الموعودة هي بداية السعادة والحياة الهانئة. الله أكبر، أعد الله فيها لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، ربنا سبحانه وتعالى يصفها ويقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا إله إلا الله. من أول من يدعى إلى الجنة والناس متصفين؟ أول الداخلين من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحامدون. الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. فلنكثر من الحمد أيها الأحباب، نكثر من الحمد في كل وقت وحين، لأن من أكثر من الحمد الله سبحانه وتعالى وعده أن يكون أول الداخلين إلى الجنة. فلنقل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. الحمد لله أهل الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على نعمك الجليلة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد يا رب العالمين على كل شيء، فأنت أهل أن تحمد، وأنت أهل أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا أول من يدخل الجنة هم المكثرون من الحمد. لهذا أدعوكم أيها الأحباب الكرام، رغم السراء ورغم الضراء ورغم الكروب ورغم الهموم ورغم الفقر ورغم الدين ورغم كل مصاعب الحياة، أكثروا من الحمد والشكر. ولنقل دوما: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وعدنا ربنا عز وجل بأن كل المتاعب سوف تنتهي حينما يضع المؤمن أول خطوة في الجنة، بل أول خطوة في قبره، في القبر يبدأ ويرى موقعه في الجنة. لما يدخل إلى قبره ويضعه أحبابه ومقربوه ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم، يأتيه الملكان. إذا كان من أهل الشر جاءه نكير ومنكر، وإذا كان من أهل الإيمان جاءه بشير ومبشر، ويسألانه ثلاث أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ السؤال الثاني ما دينك؟ السؤال الثالث ما قولك في الذي بعث فيكم؟ إذا كان العبد والعياذ بالله من أهل الكفر أو من أهل الشرك أو من أهل الإلحاد يقول ها ها لا أدري لا أدري، فيضربه الملكان ضربة فوق رأسه ويقولان له لا دريت ولا تليت، ثم يضيق القبر في صدره، ثم تفتح له نافذة عن شماله فيرى مقامه في النار والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يأتيه بشير ومبشر، ويثبته الله عند السؤال، وهو القائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقولان له: من ربك؟ فيقول بكل ثبات وكل طمأنينة: ربي وربك الله، لا إله إلا هو. ويسألانه: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ثم يقولون: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعطيان التحية ويقولان له: نم نومة العروس في خدرها. فيتسع القبر لمسافة 70 ذراع، ويفتح له باب عن يمينه نافذة يرى مقامه في الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة. فينام المؤمن تلك الليلة، وغدا تقوم الساعة. مقام المؤمن في القبر يوم أو بعض يوم، لأن الله عز وجل يوقف الزمن، الزمن يتوقف. وكأنه مر يوم أو بعض يوم، فيفتح عينيه فيجد بأن الساعة قد قامت، وأن الله عز وجل فتح له مباشرة أبواب الجنة. حتى كان العلماء يقولون: اللهم اجعل أمواتنا من القبور إلى القصور، من القبور إلى القصور، واجعلهم يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف. وما هي إلا سويعات على رؤوس الأصابع، حتى يجد العبد المؤمن الذي انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، يجد نفسه على عتبات أبواب الجنة، فيقع له الاندهاش. ألم يقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا النبي لما كان يذكر هذا الحديث يقول: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني ما خفي كان أعظم. كل ما ذكر عن الجنة وعن نعيمها هو مجرد تصوير تقريبي، وإلا فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أخفاه الله تعالى عنا من نعيم الجنة عظيم، لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنه الأفكار. وصدق الله العظيم حينما قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه الجنة سماها ربنا عز وجل بأسماء عظيمة، سماها دار السلام، وسماها دار الخلد، لأنه ليس فيها الموت فيما بعد، خلود أبدي ما عنده انقطاع. وسماها دار المقامة، المقام الجميل، وسماها جنة المأوى يأوي إليه العبد المؤمن، وسماها جنة عدن، وسماها جنة النعيم، وسماها مقعد صدق، وسماها الفردوس. أسماء كثيرة، وهي دل على مقامات. أسماء، كل اسم يدل على مقام، لأن الجنة طبقات حسب أعمال العبد المؤمن. يكفي أن لها 8 أبواب، وهذه الأبواب منها باب للمكثرين من الصلاة، وباب للمكثرين من الصدقة، وباب للمكثرين من صلاة الضحى، وباب للمجاهدين، وباب للصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، ومنها باب يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وما بين الباب والباب مسافة يسير فيها الراكب 70 عاما، 70 عاما وهو يسير بين الباب والباب. وقد أخبر النبي الكريم على عمل بسيط إذا قمنا به فتح الله لنا الأبواب 8، وذلك أنه حينما يتوضأ العبد المؤمن فيحسن وضوءه، ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله،
فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما شاء. ثم هناك باب خصه الله تعالى لمن لا حساب عليهم، وهو باب الجنة الأيمن. هذا خاص، هذا مكان تشريف وتعظيم. باب الجنة الأيمن يدخله أناس لا حساب عليهم، منهم الأطفال الصغار الذين ماتوا في المهد، ومنهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومنهم من حسن خلقه. هؤلاء ربنا عز وجل لا يحاسبهم ولا يكلمهم في شيء، وإنما يرحب بهم ويلقاهم بوجه طليق، ويدخلهم من باب الجنة الأيمن بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لأنهم في الدنيا كانوا من أهل الخير وأهل الفضل. ما إن يدخل المؤمن إلى الجنة حتى يصيبه ريحها، ريح جميلة طيبة، ثم يرى تربة الجنة وطينتها وحصباءها وبناءها، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وذللت قطوفها تدليلا. الأشجار في كل مكان، والثمار ألوان وأشكال، وذللت قطوفها تدليلا، يعني قربت ثمرتها من عباد الله حتى ينالها القائم والقاعد. ويستظلون في الخيام، في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. وفي هذه الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته الكرام عن هذه الجنة ويقول: ألا مشمر للجنة، ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، في دار سليمة، وفاكهة خضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. هكذا كان يقول النبي الكريم: ألا مشمر للجنة. أنهار الجنة ليست ماء فحسب، بل منها الماء واللبن والخمر والعسل المصفى. قال ربنا عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هكذا كان يقول النبي الكريم: إن في الجنة بحر الماء، وبحر العسل، وبحر اللبن، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، وإنما هو نور دائم أبدا. الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. أهل الجنة كلهم يستضيئون بنور نور الله. الله تعالى نور على نور، نور سرمدي، ما في ليل ولا نهار ولا نوم، لأن النوم هو كناية عن التعب والمشقة يرتاح فيه العبد. في الجنة ما في لا تعب ولا مشقة، ما في نوم، حياة مستيقظ على طول. وفي نعيم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أهل الجنة لهم شغل واحد، ما في عمل، ما في صراع بين أرباب العمل وما بين العمال، ما في صراع على لقمة العيش، ما في صراع على الدراسة، ما في صراع على السبق الاقتصادي، كل ذلك بقي هنا في الدنيا. الجنة فيها شغل واحد، وهو التنعم والتفكه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أكل وشرب ومتعة وسعادة وخير عظيم. قال صلى الله عليه وسلم:
يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يتبولون. حتى طعام الجنة ما فيه فضلات، ما فيه بول ولا غائط، كل خير. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يا سلام، يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب، كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى، نعيم لا ينفد. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا تأكله، وبعد ذلك لما تنتهي يقوم وقد جمعت عظامه وطار في السماء يوحد الله تعالى. يا سلام، جمال عظيم وخير كثير. وربنا ينادي كل مرة ويقول: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. ربنا يرحب ويقول: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ويقول: كل يوم هي أيام. في اليوم الأول يقول ربنا عز وجل لعباده: سلام عليكم بما صبرتم. يسمعون صوته سبحانه. الله تعالى أول نعمة أننا نسمع صوته يوم القيامة، فينادي على العباد ويخاطبهم بهذه الكلمة وهي آية في القرآن، يقول: سلام عليكم بما صبرتم. في اليوم الثاني يقول: ادخلوها بسلام آمنين. في اليوم الثالث يقول: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في اليوم الرابع يقول: رفعت عنكم الأحزان والهموم. في اليوم الخامس يقول: ألبسناكم الحلي والحلل. في اليوم السادس يقول: وزوجناكم الحور العين. في اليوم السابع يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. في اليوم الثامن يقول: وافقتم النبيين والصديقين. في اليوم التاسع يقول: صرتم شبابا لا تهرمون. وفي اليوم العاشر يقول ربنا عز وجل: سكنتم في جواري من لا يؤذي الجيران. جوار الله تعالى، لا إله إلا الله. وبعد اليوم العاشر الله عز وجل يرفع الستار، ستار الغيب، فيرون الله سبحانه وتعالى رأي العين، لا إله إلا الله. الناس كانوا يسمعون صوته لكن الآن يرونه مباشرة، ما يسمى بتجلي الذات الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو يا رب؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، يعني إلى الله تعالى، فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا وعد صادق من الصادق الأمين الذي قال: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يرفع الستار فيرون الله عز وجل، لا إله إلا الله. يتجلى ربنا تبارك وتعالى ضاحكا يوم القيامة، ضاحكا يوم القيامة. وحينما ينظر إليه العباد يبقون 5000 سنة وهم محدقين في هذا الجمال، هذا البهاء، كيف هو الله؟ كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تجلي الذات الإلهية،
يتجلى ضاحكا. حتى إن عباد الله المؤمنين الآن في الدنيا أهل الله الأولياء والعارفون بالله يستشعرون أن الله الآن ينظر إليهم وهو ضاحك يبتسم. هناك أهل الله العارفون بالله حياتهم الدنيا نزهة، فإذا استشعر جلال الله شعر بأن الله الآن ينظر إليه مبتسما ضاحكا. وأول ظهور لله سبحانه وتعالى لعباده سيتجلى لهم ضاحكا، ثم يقول يا عبادي إن لكم في الجنة أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ولكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولكم أن تسعدوا فلا تحزنوا أبدا. ويصير ربنا عز وجل يعدد النعم على عباده، ثم يضرب لهم الله عز وجل موعدا. ما هو الموعد؟ ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ قال العلماء هو يوم الجمعة. اليوم الجمعة ربنا عز وجل يضرب لعباده لقاء. قال صلى الله عليه وسلم إن ربك اتخذ واديا من الفردوس فيه كثيب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة حفت بمنابر من نور عليها النبيون، وحفت بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الصديقون والشهداء والصالحون، وينزل أهل الغرف فيجلسون من ورائهم على ذلك الكثيب، فيجتمعون إلى ربهم فيحمدونه ويتنون عليه، فيقول الله تعالى لهم سلوني سلوني يا عبادي، فيقولون يا ربنا نسألك الرضا، فيقول الله تعالى قد رضيت عنكم رضاء أحلكم داري وأمنب لكم كرامتي، فيتجلى لهم حتى يرونه. فليس يوم أحب إليهم من يوم الجمعة لما يزيدهم من الكرامة. فاللهم يا رب العالمين ونحن الآن في الدنيا وهذا اليوم يوم الجمعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تثبت الإيمان في قلوبنا وصدورنا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وصدورنا، وحبب إلينا الإيمان والإخلاص، واصرف عنا يا رب الشرك، واصرف عنا السوء، واصرف عنا النفاق والرياء. اللهم يا رب واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم كما جمعتنا وأحبابنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة على أثير هذه الإذاعة المباركة، أسألك يا مولانا أن تجمعنا وإياهم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة، واجمعنا معهم يا ربنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك العظيم، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.